تم توزيع النقاط في تقريبا في المحافظة الوسطى، يعني عندنا تقريبا يعني في دير البلح في عندنا 40 نقطة ثابتة وغير النقاط المتحركة. هذا بيأتي المواطنين للنقاط الثابتة، والنقاط المتحركة يعني يتوجه حسب وجود الناس وحسب تركيز الناس من مكان إلى آخر. يلا يوسف. أهمية كبيرة جدا للطفل، بمنعه إنه لو حدا عداء بيحميه، بقلل من النسبة تبعت الشلل للأطفال، فضروري إحنا نطعم بالتطعيم هذا لكل إشي، يعني مش بس حتى لشلل الأطفال، للي جايين طبعا، اللي جايين صعب جدا. كان يتناول الجرعات بشكل دائم وسلس، ولكن الآن بسبب الحصار ونقص الأدوية ونقص المستلزمات الطبية، وطبعا كما يعلم الجميع تدمير جميع المؤسسات الطبية في قطاع غزة، كانت لابد من حملة دولية، لأنه جهد محلي لا يكفي لهذا لمدى انتشار الأوبئة في قطاع غزة.